بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 انا بروح شالين قاعد كم يوم هناك، ما ابي اي احد يشوفك، اي احد من اهلك، اي احد من اهلك يشوفك. ما ابي اروح معك، ودي بيتنا. مو بكيفك بتروحين معي غصب عليك، مو بكيفك غصب عليك. انا ابي اتطلق، ما ابيك انت واحد مينون. انا مينون؟ ها انا مينون؟ انا مينون انا وريك. محيب اتصلتي بالمحامي نواف؟ عيل انت قولي لي اتصل بمنه. جمال انا شاهده عليه، جابر يكرهني واكرهه، واوس ومسافر، ما لقيت الا هذا قدامي اتصل فيه مع اني اكرهه وهو يكرهني. العجيب انه ياي بيطلعنا بعد. اكيد في نيته، يا مصيبه يا شر. حرام عليك، يعني ما تقدرين تقولين الانسان شهم؟ هذا شهم؟ يلا طلعوا من البيت بسرعه، اكيد راح المخفر واشتكي عليكم قال انكم حراميه، والشرطه جايين بالطريق اكيد. يا استاذ البيت ملغم كله كاميرات مراقبه، والحين اكيد صورنا ثلاثتنا. ايه ويا حسرتك، انت تحشين فيه بعد. هذا مو شغلكم، طلعوا الحين وانا راح اتصرف. يلا الو جمال الحقني انا بالمغفر، الله يخليك تعال الحين اخذني، انا خايفه ابي ارد البيت. ايش فيك ما تسوقين بسرعه؟ شوفي عادي، لا تقعدين تعيدين الاسطوانه مره ثانيه، بعد اللي صار ترى مالي خلق. تبين تسوقين انتي؟ أنا ما عندي مانع، تعالي أنت سوقي طيارة روحي فينا. وحدة مالي خلق، يلا. ما تدوسين؟ ايش فيك؟ ابدا ابدا، انا وحده احافظ على قواعد المرور. ركب الحين اجتمع قومي. ما ابي وخر علي. نعم سمعوا، انتم الاثنين بالذات ما لكم حق تدخلون، ما لكم حق زوجتي وكيفي. اسمعني أنا أخوها موجود، ما تقرب صوبه، شنو تعبك ما وراها أحد؟ طقج؟ مشعل، إحنا بناخذها بنوديها المستشفى، وإذا صار فيها أي شيء بنسجل ضدك قضية. مالك حق، مالك اسمع مشعل، الحركات هذه ترى عيب،
تفهم ولا لا؟ إذا تبيها تأخذها عن طريق المحكمة، فاهم؟ امشي امشي امشي. يا جماعة أنا أترككم بروحكم وتفاهمون، بس رجاء رجاء أنكم تتفاهمون بهدوء، ترى إحنا قاعدين في فندق ودار مدارنا عالم وما نبي فضايح. على ذنب نواف حبيبي، أنا جوعانة وأكيد أنت كمان، شو رأيك ناكل هني ولا نروح المطعم؟ شو رايك يا عمري؟ نواف ليش عم تطلع فيي هيك؟ ذكرتني بأيامنا لما كنت تطلع فيي هيك وأقول لك استحي، قولي ما تستحي، أنا ما بمل من شوفتك. الله شو كانت أيامنا حلوة. نواف شو رأيك تقول لعيسى يجيب الشيخ يرجعني إليك هون؟ الله موقف كتير رومانسي، احكي معاه. ليه ما بترد علي؟ انت لسه زعلان مني؟ يا سيدي انا اسفة اني تركتك، شو رايك؟ لما تقولين كل اللي بخاطرك انا راح اقول كلمة الاخيرة. كملي قولي، هذا انا سمعت. انا خلصت كلامي يا نواف وقلت كل اللي عندي، بدي اسمع كلمتك يا ابو عيالي. ما بتعرف يا نواف قديش الاولاد مشتاقين لك، ودائما بيسالوني ليه بابا مش عايش معانا، وانا دائما برد انه اكيد رح يجي يوم ونعيش مع بعض ونرجع اسره واحده. سمعيني يا عادل، الحين عيسى بوصلش المطار، ما أبي أشوف رقعت ويج ولا أسمع صوتك، فاهمة؟ ما بتقدر تسفرني غصباً عني. سافر بكرامتك شلينة ولا لبسك قضية تدشين فيها السجن. الله يسامحك يا نواف، الله يسامحك، شو ما تعمل فيي بضل أحب. هذا نواف وطليقته. إيه طليقته، مسكينة حرام قاعد تبكي. شوفي علشان تعرفين شلون الحريم مساكين، والله الرجال اللي مساكين ما يقدرون على حيل النسوان، إن كيدهن عظيم. لا تفلسفين الله يعافيك وتصيرين منصفة الحين عاد علي. إيش فيكم اثنينكم تبكون؟ طلعي وراك. باي كني سمعت احد يناديني، سمعت احد يقول جابر. بس انت اسمك جابر ليه بيك هيك ابوي؟ يبا هذا الاستاذ نواف المحامي، عرفته قاعد مع وحده شوفه. ايه قاعد حلوه اللي وياها. شنو؟ اقول حلوه اللي وياها. شنو تيبا بعد؟ انت الحين قلبك خضر؟ قاعد صاروخ. الله يهديكم، سيبه بس لا تقعد قازل قدام الناس، ما يصير يشوفونك ريال عود وقاعد تقازل هالبلي الصغار.
القلب خضر والبنات البنات يجددون الشباب على ما يقولون يردون يردون الشاي بشاط. كيفك والله كيفك؟ أنا أكرهك ما أحبك يا مرة كل عندي شوية كرامة عيب عليك عيب تسوينا بنفسك عيب يبا أنصحك لا تتبع الشيطان لا يقربك الشيطان لا توصي يبا لا توصي صرتين ظهري يبا أنت حمر أنت علو تعالي يبا تعال تعالي وادعميني مرة ثانية وثالثة ورابعة تستاهل العوينات هذه يستاهل الشعر الحمر جميلة ذكرتني بحبيبتي جميلة حركاتها مثلها والله يهديك سالفتك يبا فشلتنا قدام الناس للحين بهالعمر وتغازل روح زين روح يا أنا أصغر منك في الروح والحيوية أنا شاكة جابر إنه متصل وهو يعرف قل صوت المرحوم لا أنا متأكدة إن المحامي نواف هو اللي متصل فيني هني من الفندق شفتيه هو قاعد مع طليقته وهو حالف نواف إلا يدخلني السجن شوفي شنو اكملت الحسبة شنو شوفوا الاثنين اللي جايين صوبنا لا سلام عليكم عليكم السلام احنا الحين متنكرين تقومين تناديني باسمي انكشفنا لا ايش دراني من الخوف شفت نواف قلبي طاح ببطني شفتي؟ هذا هو الدليل على أن نواف هو اللي متصل هني من الفندق هذا يقلد صوت المرحوم صلاح زوجي لا 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 أنا ما أدري ليش إحساسي يقول لي إنه جابر إحساسك؟ أنت يا أم الأحاسيس ما ضيعنا غير أحاسيسك قولي للحين شوري شو نسوي؟ إيش دراني بعد؟ أنت حبايبك كلهم تيب معه وهني شافي وجمال وما أدري منه بعد شافي وجمال وجابر عصابة ورئيس العصابة صح نواف نواف لا لا أنا ما أعتقد أن نواف معاهم شلونك الحين الحمد لله نشوف جابر هني دارب الموضوع إيه دريت عقب ما بغى يودرنا بغى يدخلنا بالطوفة خالتي وأمي بغى يوقف قلبهم بغوا يموتون الله يهداك يبا ليش رحت لهم احنا قلنا بنقولهم بعدين زورهم خلونا بالمهم الحين احنا لازم نقول انك انت حي عايش ولا ولدك جمال بيروح فيها سال صلاح يبا بغيتك موضوع ضروري اكفى سال صلاح رايح شفت شلون يا جمال شفت ابوك شو سوى فينا قطنا بمصيبه شو يحلها الحين شو نسوي الحين شو نسوي تكفى شو مقعدك هني انت شو مقعدك ها شو مقعدك مليت من القعدة بروحي لا أطلع لا أزور لا أروح جامعة شو أسوي يعني أوف 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 أنت ما تملي من الحكي 24 ساعة تكررينا بس عاد ملينا والله أنا اللي مليت سمعي ترى أنا مالي خلق راسي يعورني مالي خلق نجرة في غرض بالسيارة طرشي سلين خل تاخذ تهيب لج وطلع لي يا فوق ها طلع لي يا فوق متأخرين أكيد أكو مصيبة أعرفك من تصرفاتك واتصالك فيني عفا عليك يا عيسى عفا عليك بس بعد كل هالعمر والرفجة تكذب علي شنو؟ أنا أكذب عليك؟ نواف أنا رفيج عمرك
رفيج عمرك، شلون اكذب عليك؟ قول لي فهمني. الا كذبت علي يا عيسى، لا تسوي روحك ما تعرف شيء. نواف ممكن تهدى شوي علشان نقدر نتفاهم؟ انت فاهم؟ انت فاهم على شنو يا عيسى؟ انت قلت ان لينا سافرت وانت وصلت المطار، مو عيب عليك؟ هذه اخرتها. خلاص تفضل اطلع برا، ما بشوفك. شنو؟ اطلع برا؟ الحين يا ابني من بيتنا علشان طلعني كذاب وتيني؟ افا عليك بس. اي يبا، انا وديت لينا المطار، ايش فيها؟ وين الكذب؟ لينا هني يا عيسى، لينا هني. نعم. لا تسوي روحك مو عارف شيء. زين ايش دراك انها ما سافرت؟ لينا اتصلت فيني من الديره يا عيسى. بالاول لازم تروحون المخفر علشان اسجل لكم الحاله. نصبت عليهم 45 الف دينار كويتي يا استاذ نواف. يا استاذ نواف يا بعد حي، هذه شلون نصيد؟ هذه ما تصاد، هذه حتى الشرطه ما يقدرون يقبضون عليها. الشرطه لهم اساليبهم، هذا شغلهم. جمانه، لو شفت المره تعرفينها؟ لا ما اعتقد، ان هي كانت لابسه عبايه ومقطيه وياها. وشلون تخلونها تقعد عندكم بالبيت وهي مقطيه كذي؟ كان شلت النقاب ما ادري البرقع اللي على وجهها. يا انا ايش دراني؟ مو البيت ما في ريال. جابر اللي صار صار. زين جمانه، شفتي عندها علامه مميزه؟ جرح مثلا؟ يا استاذ نواف تقول لك ان المره متغطيه من فوق لتحت، شلون بتشوف العلامه يعني؟ لا ماكو علامه، بس هي كانت لابسه خاتم واعطتني اياه، وعشان اتاكد اذا كان صجي او مزيف انا لبسته وصورته بيدي. دقيقه بس خلني اوريك الصور. إيه؟ هذا هو الخاتم، شوف ايش حالاته على ايدي. شوف ايش حالاته على ايدي. مستانسة بعد مصورة يدك وانت لابسة الخاتم، كاش خفي، نزلتيها سناب شات. مسكي تليفونك. استاذ نواف تبي منا شيء ولا نمشي؟ لا لا لا، روح المخفر الحين وانا الحقكم. بعد اذنك جمانة، ممكن تنزلي على الواتساب صورة الخاتم. ان شاء الله. دزيته. يلا يلا يلا، تفضل تفضل. يلا مع السلامة. مع السلامة. يلا يلا، السلام عليكم. جميل جميل الورد، الورد جميل. ولو هيبا هيبا هيبا، يلا يلا يا ورد يلا، انا في انتظارك مليت. ورد عليه فول عليك، يا مجنني يا مجنني يا مجنني، برمش عليك ورد عليك فول عليك. وصلوا الجماعة. يس يس ومن هلو مونينج سوري. دارلينج يور بريكفاست. أم أحمد أبيك تركزين عدل، لأن اللي داشين وطالعين من العمارة وايدين. صح. فأبي من تشكين بوحدة أو إنك تأكدتي إن هذه هي، قولي لي عشان أوقف. اتفقنا؟ تفضل استاذ. يلا بسم الله. تذكرين إيش لابسة ذاك اليوم؟ مو أنا يا أستاذ، إذا شفتها أكيد راح أعرفها. وبعدين يا أستاذ أنا العادة في اتفاقاتي دائما أخذ صور فوتوغرافية، يعني إحنا اتفقنا على الشيء الفلاني. بس أنا حتى سيلفي ما أخذت وياها. الحين وقت سيلفي أختي، ركزي بالفيلم. شوفي هذه هذه المحتالة النصابة اللي باقتني هذه، الله يخليك يا ودوها، مسكوها تكفون مسكوها. محمد هذا فيلم.
هدي اعصابك، هدي اعصابك شوي. ابو فيصل ايش فيك الله يهداك؟ هذه انصبت علي مبلغ عود، ترى مو دينار ولا دينارين، همشه همشه. تعرف شنو همشه يا ابو فيصل؟ وبعدين تصدق انا اللي شوف شكلها شيء، يا رب شكلها ما يوحي انها حراميه ولا انها نصابه، حكيها حلو، كلامها سلس، لا وحتى اللبس ما شاء الله من شعر راسها لظفر ريله، لا تشوف الماركات اللي لابستها، كل شكلها ما يوحي. ام احمد انت الحين وقت ماركات الله يهديك، يبا بس خلينا نتاكد، خلينا نتأكد. تأكد 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 أسفة 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 بسم الله ما لك شغل بديني مالت عليك يا بايخ الأيام بيننا مش بكيفك أنا مشكيك أدب تضحكين علي يا لينا تضحكين علي وتقولين انك مسافره وانت هني هين انا راويك لينا ترى انا مليت صار لي ساعه احاول اقنعك الريال بي الحين وخاف يفقد اعصابه بعدين انت راح ذاك ما ادري شلون قصيتي علي لما وديتك المطار على بالي انك سافرتي الحين اللي أكثر من شذي هو شاك إني أنا أدري إنك مو مسافرة. ما يهمني. نواف شاف واحدة ثانية وباعني. كيفه؟ يبقى الرجال مطلق من سنين. شفيش الحين هاي تبينه يرجع. ترى اللي قاعد تسوينه غلط. الرجال خلاص عافش ما يبيش. وقالها بلسانه. لا. ما حدا بعرف نواف مثلي. نواف بيحبني أنا وبس. هو قالها بلسانه يوم تطلقنا وأنت سمعته. حبي رح يظل بقلبه للممات ولا يمكن حرمة ثانية تدش مكاني كان قبل الريال 9 سنين غيرته صار واحد ثاني وعلشان أقطع شكك الغلط ترى اللي يحبها بيتزوجها نزوة لأني بعيدة عنه مو يمه تعرف يا عيسى ليه ما سافرت؟ ليه؟ يقولون البعد جفا لجل كذي ما رح أهده بعد اليوم ورح يظل يشوفني وأشوفه وأنا متأكدة أن حبي رح يرجع مثل قبل وأكثر لينا أنت علامك شفيك يبه مخك ضرب أسلاكك ضربت الريال ما يبيش خلاص ما يبيش هو قالها خلي عندك شوية كرامة يبه سافري لعيالك خلاص سافري وهو ما يقصر وإن شاء الله ما رح يقصر بعد لينا إيش هالنظرة هذه تبيها من الآخر يا يردني يا يدفع ثمن الفيلا اللي بيها $1,000,000 ألو نعم يا قمر حياتي يا شمس دنياي أنا مشتاق أنا ولهان أنا تعبان على شوفتك أنا تعبان ردي علي ترى حالي حال باكر يجي جمال ويبش عندي جميلة دلال جميلة دلال ها ها